السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لمياء عديم من مبادرة بيرل. يسعدنا اليوم استضافتكم في محاضرتنا الفيديوية التي نقدمها كجزء من برنامج مبادرة بيرل لحوكمة العمل الخيري، والذي تم إطلاقه عام 2017 بدعم من مؤسسة بيل وميليندا غيتس وبالتعاون مع مؤسسة الملك خالد لنشر ثقافة العطاء المؤسسي في منطقة الخليج. ستدير محاضرتنا اليوم الأستاذة رنا زمعي، والتي تحمل منصب المديرة التنفيذية للتواصل المؤسسي بمجموعة نسمة القابضة، وهي أحد شركائنا، أو تمثل شركة أحد شركائنا في مبادرة بيرل. تحمل رنا خبرة عميقة في مجال تأسيس المصانع وتهيئة مرافق المنشآت لعمل المرأة وذوي الإعاقة، وبناء على خبرتها في مجال تطوير الأعمال فهي تتولى منصب مستشار في عيادات الأعمال في هيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية والسعودية. وانطلاقا من شغفها للعمل الخيري فهي عضوة في مجالس إدارة جمعية البر وجمعية ماجد للتنمية بجدة، كما أنها عضوة مؤسسة في دائرة مبادرة بيرل للعطاء الاجتماعي، وهي تشاركنا اليوم في هذه المحاضرة، حيث ستتناول موضوع استدامة القطاع الثالث من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية، وذلك بدعم من قطاع الأعمال. يرجى العلم بأنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم من خلال هذا البرنامج، وستقوم الأستاذة رنا بإجابتها خلال المحاضرة. يسرني الآن التوجه إلى الأستاذة رنا لبدء المحاضرة. شكراً. شكرا لك لميا، واهلا بالحضور، واشكر هذا العدد من المسجلين والراغبين في الحضور، ويسعدني تقديم نظره المهمه في هذا الوقت عن بالذات في الاستدامه والقطاع الثالث. بدايه بالاستدامه، فالاستدامه طبعا لها تعريف كثير، ومعظم تعريف الاستدامة اختلفت ما بين الثقافة الأمريكية والثقافة العربية في بلداننا في الشرق المتوسط أو الخليج العربي، لكن هي بالنهاية تصبو لشيء واحد، وهي تسخير الموارد البيئية والإمكانيات الاجتماعية للمجتمع بأنها تحقق أهداف التنمية الاقتصادية في أي مجتمع. وبذلك حتختلف آلياتها، ما حتى لو كانت أساسياتها ثوابت. طبعاً تزامن إطلاق أهداف التنمية الاجتماعية في سبتمبر 2015 مع إطلاق رؤية المملكة 2030، واليوم المحاضرة تهدف، بما أننا بنمثل فيها مبادرة بير، للحديث على مستوى الخليج وليس فقط المملكة، وسأتطرق في بعض كلامي الخبرات الموجودة في المملكة العربية السعودية من شركات زميلة. وأشكر حضور الإخوة من القطاع النفطي في عمان واهتمامهم بحضور كل ما يخص الاستدامة دائما في اجتماعات بيرل. اليوم في أول محور من المحاور، وهو كان يركز على القطاع الثالث بين العطاء والاستدامة. القطاع الثالث والاستدامة، بين العطاء والاستدامة، طبعاً موروث العطاء في مجتمعنا كان يتحدث عادةً، لمن أي أحد يسمع كلمة أو اسم القطاع الثالث فهو بيتصور إنه القطاع الثالث يتكلم عن السوسايتيز والجمعيات والجهات اللي تعتمد على الجهات المانحة في تقديم المساعدات المالية أو الخدمات، مو شرط تكون مساعدة مالية، ممكن تكون خدمات تخدم هذه الجهة، فهي جهة تكتسب الإعانات والمساعدات المالية وبتقوم توزيعها للجهات. وهنا يضمن كان الدور الأساسي للقطاع الثالث هو تحديد المشكلات، وتحديد مشكلات سواء اجتماعية أو بيئية واهتمامه بها، لأنه هذا كان دوره الأساسي بانشغال القطاع الربحي بوجود الأعمال وكل أحد،
حسب قطاع الأعمال المتخصص فيه. فموروث العطاء في مجتمعنا كان يمثل القطاع الثالث، وأقولها كان لأنه اليوم توجه القطاع الثالث، ويمكن بالذات بعد إطلاق أهداف الاستدامة، بينت قد إيش إنه القطاع الثالث لا يستطيع تحقيق كامل الاستفادة من الموارد التي يحصل عليها لتحقيق أهدافه، لمساعدة البيئة، لمساعدة المجتمع، لتحقيق الاستدامة الكاملة للثلاثة أطراف الاستدامة اللي هي البيئة والمجتمع والاقتصاد، إلا بتحقيق الاستدامة. طبعاً الميزة هنا واللي اليوم جايين نتكلم فيه، إيش الميزة اللي صارت عند القطاع الثالث؟ وقت ما صار تحقيق الاستدامة مطلوب من قطاع الأعمال قبل القطاع الثالث، وهذا حيكون المحور الثاني من جلستنا اليوم بعد ما نخلص المحور الأول اللي هو بين العطاء والاستدامة. فالإدارات العليا والجهات المختلفة من حكومية وجهات خاصة، سواء الهيئات، الوزارات، وزارة التخطيط، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، وزارة التجارة، وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة الزراعة والمياه، كل وزارة في كل دولة من دول الخليج واللي ينصب عملها في جهة بيئية أو جهة اقتصادية أو بصلة مجتمعية معينة وتصب في أحد أهداف التنمية المستدامة، سواء محاربة الجوع، التعليم، حتى وزارة التعليم أزول. اليوم ربط الاستراتيجيات والبرامج بأهداف الاستدامة أصبحت ضرورية ولا يخفى على الجميع. واليوم يعني تبرعنا وتطوعنا في كقيادات في المملكة وفي دول الخليج للمناقشات اللي على الهواء والظهور والتحدث بعد يعني حصول للأسف الجائحة COVID-19، اتضح وصار جلي لكل مجالات الأعمال، والقطاع الثالث أصبح هو الورقة الرابحة اللي هي أنت تتشارك معاها عشان تحقق أهداف الاستدامة. إذا أحد سألني إنه ليش اليوم هي الورقة الرابحة القطاع الثالث، القطاع الثالث هو سابق، هو القطاع اللي سبق في التجربة، وتجارب اليوم موجودة في كل جهة عملت على مساعدة المجتمع على قضية معينة للنهوض بالبيئة، والتجارب تختلف. ونشكر مبادرة بيرل لأنها كانت دائماً سباقة في مشاركة سواء قصص النجاح، سواء المختلف المبادرات والأفكار بين دول الخليج. في كل مرة نجتمع على مستوى دول الخليج لمناقشة هذه الممارسات. اليوم الممارسات اللي حصلت في الكويت في التعليم، واللي حصلت في الإمارات بخصوص القطاع الاقتصادي، وفي عمان القطاع النفطي، في السعودية قطاع تمكين القرى وتمكين المجتمعات، الحوكمة وهي أساسية. وهنا أصدرت أو أطلقت مبادرة بيرل الدليل، دليل حوكمة القطاع الثالث بدعم من مؤسسة الملك خالد مشكورين، وهي الجهة اللي نعتبرها في السعودية اللي تدق جرس الأويرنس والتوعية حول أهمية تخصص القطاع الثالث وأهمية مقاييس الاستدامة وتطبيقها. واليوم حقيقي أنا ما أمثل بس القطاع الثالث، اليوم أمثل قطاع الأعمال في التشديد على أهمية مماشاة الاستدامة وتطبيقها حتى مع استراتيجيات مجال الأعمال أو قطاع الأعمال. طبعاً تطبيق الاستدامة ما راح يكون بهذه السهولة على قطاع الأعمال، ويمكن كل قطاعات القطاع الثالث، وهذا أنا أعرفه على أرض الواقع، استقبلت مقاييس الاستدامة كعبء في بداية الأمر، عبء إنه هي تحققه، يا إنها تقابل معوقات في regulation، يا إنها هي معوقات تمكينية إنها ما تقدر توصل لمعلومات أو إحصاءات تساعدها على مثلاً إنها تقرر إيش أكبر مشكلة للبيئة أو في قطاع الأعمال اللي يخصني أو يخص تخصص الجمعية اللي تديرها جهة ما،
ايش كيف انا اقدر اتوجه واحقق الاستدامه بكل معاييرها اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا عشان تكتمل الدائره؟ وابسط مبادره ممكن انها تبغى تحقق الاستدامه، ما اظن وتكون بسيطه جدا، ما اظن انها تقدر تحققها قبل من 3 إلى 5 سنين عشان تقدر تقدر تقدير وتقيس اثر وامباكت حقيقي وشفاف وفي مصداقية كاملة في أقل من هذه الفترة، مو لصعوبة تحقيق الاستدامة بس لأنه حتى في الدول الأجنبية ما يجي تحقيق الاستدامة بس بتوفر العناصر. اليوم نحن كجهات أعمال أو قطاعات أعمال سنلجأ للقطاع الثالث في انه يقودنا ايش اكبر المشاكل اللي صادفتكم، لكن ما حيكون بدون تخصص. اليوم ال 17 هدف من اهداف التنميه، كل شركه تبدا استراتيجيتها في البزنس انها تماشيها مع اهداف التنميه، ممكن يتماشى معاها 3 اهداف فقط، ممكن يتماشى معاها 14 هدف. خليني اضرب مثال حي بينا احنا في مجموعه نسمه، نحن كمجموعه كبيره وعندنا قطاعات اعمال كثيره ودايفرسيتي وتنوع كبير في قطاع الاعمال ولله الحمد، نتماشى مع 11 هدف من ال 17 هدف، تم اعلانها في تقريرنا الاخير اللي اصدرناه قبل شهر، تقرير الاثر ل 40 عاما من الاثر في نسمه الاقتصادي والاجتماعي و الـ investing in people هو الاستثمار في الموظفين. فاليوم باختلاف قطاعات الأعمال من شركة كبيرة لشركة صغيرة موجودة الاستدامة، وتسعى الوزارات اليوم باختلاف تخصصاتها لأنها تطبقها. لكن اليوم توجيه الكلام للقطاع في كل دول الخليج، القطاع الربحي والقطاع الغير ربحي، القطاع الحكومي والقطاع الخاص، أن يضع الاستدامة مهما كان رؤيته لها عبء، قد يرى فيها تكاليف إضافية، قد يرى فيها تكليف موارد إضافية. اليوم أنا لازم أعمل أبحاث، لازم أقوم على استقطاب معلومات، البحث عن معلومات، وهذه تأخذ جزء وقت. قد يعتقد البعض أنها هدر للوقت القيم اللي يساوي المال اليوم من وقتنا، وهذا غير صحيح. واليوم وجود الجائحة أكد لنا إنه الاستمرارية كانت لكثير من الأعمال والشركات العالمية، إذا بحثت في خلفيتها حتجد إنها ما استمرت ولا بقيت إلا لأنها اتبعت الاستدامة في البزنس موديل أو في نموذج أعمالها وليس في نشاطاتها الخيرية. في اليوم اتحاد القطاع الثالث مع القطاع الحكومي، ما أقول إنه نسوي شراكة مع الجمعيات عشان الجمعيات تمكننا في القطاع الثالث أو تكون الواجهة اللي نحقق من خلالها الاستدامة، أبداً أبداً. أنا أشوف إنه اليوم الجمعيات لازم تكون شريك في القطاع الربحي لتحقيق الأهداف، يعني تكون شريك في الإدارة الاستراتيجية لأنها هي اللي عندها الخبرة، بدل ما أبدأ من الصفر في قطاع الاستراتيجي للأعمال وأرجع للإحصائيات وأنا في مجتمع معين محلي وفي ثقافة معينة ولو موارد معينة، طبعاً تختلف بتشابه البيئات والتحديات في دول الخليج عموماً. واليوم التسجيل في المحاضرة، الحضور من السعودية موازي للحضور من الإمارات لتشابه والكويت، لتشابه البيئات وتشابه التحديات في بيئاتنا العربية، لكن هذا ما يمنع انه حتى على مستوى الشرق الاوسطي انه في مشاكل وفي تجارب جديره بالمشاركه، جديره بالمشاركه مع مصر مع تونس. اليوم تونس واحده من الدول اللي جديره انه يتعلم منها سواء في الزراعه في صناعه النسيج من تجارب الاستدامه. وهذا اللي اليوم نبغى نركز عليه، انه خلينا نجمع كل التجارب الناجحة، نجمعها في ملف واحد تؤخذ بعين الاعتبار في وضع الاستراتيجيات،
ومو عشان يستفيد منها القطاع القطاع الثالث أقصد عذرا، وأنه يتجه للقطاع الحكومي والخاص ويطلب الإعانات ويطلب المساعدات عشان يقدر يحقق بها الاستدامة. أبدا، أنا أتكلم اليوم على أنه القطاع الثالث هيكون ركيزة أساسية في تحقيق أهداف القطاع الخاص والحكومي كقطاع أعمال، قطاع اقتصادي وتنموي، في أنه يحقق أهدافه التنموية. فلا سمح الله بعد 5 سنين، بعد 10 سنين، يمكن السنة الجاية جائحة، أثر أزمة اقتصادية، أزمة ممكن تكون طبيعية خارجة عن إرادة البشر، ما راح يضمن استمرارية هذه الأعمال غير على الأقل بدأها في الاستدامة، لأنها تضمن استمراريتها اليوم. وطبعاً اليوم لما نحضر أي واحد فينا كقيادي في منصبه، أو حتى طالب يدرس في أي مرحلة من المراحل كبكالوريوس أو ماجستير أو حتى دكتوراه، تلاقي إنه البروفيسورز والأساتذة يلجأوا لضرب الأمثلة بشركات معينة ومحددة تتكرر في كل منهج. برضو لو جينا نبحث في خلفيات هذه الشركات والشراكات، واليوم هي اللي أسهمها رغم الجائحة ضاربة فوق، حتلاقيها شركات أجنبية اعتمدت بعضها انترتينمنت، وما أبغى أذكر الأسماء عشان لا تعتبر كدعاية، وبعضها شركات مشروبات، بعضها شركات تصدرت التقارير الاقتصادية والتنموية في إنها لا زالت استثماراتها وأسهمها والهوية المؤسسية لها لا زالت بنفس القيمة أو البراند بوزيشن لها. وهذا يعني إنه الاستدامة أثرت على هويتها المؤسسية واسمها الاقتصادي، أثرت على البلد اللي هي منشأة منها، فساعدت الدولة اللي هي فيها، وفي نفس الوقت ضربت مثال كبير على إنها تتصدر بغض النظر عن مين يملكها أو مين يديرها. بالعكس، أعطت يمكن قيمة إضافية لكل فريق العمل اللي يعمل فيها بأنها من أقوى الشركات، وما يعني ما ضمن لها هذه القوة غير اتباعها للاستدامة. يعني من الأجدى ونعول هذا كلها النجاحات لاتباعهم للاستدامة، رغم إنها في البداية تظهر كعبء وكتشالنج وتحدي، إنه نحن حنحقق الاستدامة، حناخد وقت طويل إذا حنحققه في مجال الطاقة، حياخد مننا وقت. واليوم إذا في شراكات حققتها، فإنه أنا من الناس اللي أشجع إنه نسمع هذه التجارب ونشارك هذه التجارب في المجالات المختلفة. طبعا جانا سؤال إنه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما هي الحدود بين القطاعات الخاص العام والخاص والقطاع الثالث من لعبهم الأدوار لتحقيق التكامل أو التداخل المؤثر على كفاءة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ شكرا أحمد الرويلي على السؤال. طبعا الحدود لو جينا نتكلم فيها، يمكن أنا قلتها قبل شوية بس أحسن أتوسع فيها إذا ما وصلت. اليوم أرجع أقول مو دور القطاع الثالث فقط يأخذ الدعم من القطاعات الأخرى الخاص والحكومي عشان يكون هو يحقق الاستدامة على جنب وتكون جزء من المسؤولية الاجتماعية. أهمية الاستدامة اليوم ظهرت بشكل قاطع لا ريب فيه، في إنه هي تلعب دور أساسي في التنمية الاقتصادية وبقاء الأعمال. في اليوم إذا القطاع الخاص والقطاع الحكومي ينوي بقاؤه وينوي أن يكون الأقوى، فاليوم لازم أدمج القطاع الثالث يكون عضو مجلس معايا، شريك معايا، شريك استراتيجي معايا، يراجع السياسات الاستدامية ولا يتدخل في البزنس، بس يراجع الاستدامة. أنا اليوم تخصصي كذا وأبغى أحقق الاستدامة في مجال كذا في بلد معينة، طبعا أنا ما راح ألجأ لخبير خارجي، مع احترامي لكل الخبرات الخارجية، بس أنا مع استغلال الخبرات المحلية.
اليوم في السعوديه اذا ابغى احقق الاستدامه في مجال معين، انا الجا للخبرات المحليه عندي في تجاربهم، واستفيد من اكثر جهه عاصرت مشاكل هذا القطاع واستمعت لمشاكله وسوت تجارب، وكثير منها فشل وبعضها نجح، لكنها لا زالت غير مشاركه. فاليوم هو حينفعني بنتيجه تجاربه في اخذ القرارات الصحيحه وعدم البدء من الصفر. فاليوم الحدود للقطاع الثالث لا تتمثل في انه يدمج عمله مع الاعمال قد ما يكون له مرجعيه، يعني نرجع له نحن في قطاع الاعمال ونقول له للقطاع الثالث ايش رايك اذا انا في الكويت ابغى ادعم قضيه التعليم، ايش التشالنج؟ ولو انا عملته بهذه الطريقه ايش المصاعب اللي انت واجهتها عشان انا اليوم اتجنبها واروح للطريق السليم اللي انت تعلمت منه. فاليوم بوجود هذه الشراكه حنختصر الوقت والجهد ونستفيد من خبره محليه لا تكلفنا عبء اننا نعيد التجربه من جديد، وهذه من انجح الحلقات التكامليه اللي ممكن تحصل. في كثير خبرات وانا متاكده وانا غير مطلعه عليها جميعا لاني ما دقيت كل باب ولا دقيت باب كل جمعيه، لكن من مناقشتي مع الزملاء سواء على مستوى الخليج او في مجالس اداره الجمعيات المحليه في تجارب كثير موجوده على الورق وموجوده في اجهزه الكمبيوتر غير مصرحه غير مشاركه لاعتقاد ممكن اصحابها ان هي ليست ذات جدوى او ما حيهتموا فيها او يمكن هم يقدروا يسووا احسن مننا، وهذا غير صحيح. كل احد يقدر يضيف تجربته على تجربه الثاني ونطلع، وخاصه انه المجالات حقت الاعمال يعني كبيره واهداف التنميه 17، وانا متاكده انه في كل بلد في تجربه الى تجربتين الى 10 في كل هدف من الاهداف حيستفيد منها القطاع الخاص، لانه اليوم اللي جديد عليه الاستدامه هو القطاع الخاص، وهذا ما يعني وجهت له اهداف حتى رؤيه 2030 في المملكه العربيه السعوديه. كانت اهداف الاستدامه لا توجد فقط في مجال القطاع الثالث، لا، اهداف الاستدامه كانت مربوطه باهداف قطاعات الاعمال كامله حتى في الحج والعمره على سبيل المثال. فالكل يجلس يتعجب انه كيف حيصير مستدام، لا، مجال الضيافه، المواصلات اذا اصبح مستدام هو كله حيصب حيختم في النهايه في البليجرام والمثلا والحج والعمره على سبيل المثال. فاليوم ضمان الاعمال هذه والقطاعات بانها ما تتاثر باي جائحه توقف الاعمال او ازمه انها تتبع الاستدامه، وهذه يعني من انجح الحدود. اليوم القطاع الثالث لازم يقوى، ما يصير له ما يعني القطاع الثالث ما يحتاج امكانيات ما يحتاج صلاحيات، هو عنده كل شيء لكن يحتاج انه يستفاد منه، لانه هو استفاد من تجاربه، ومو اقول مركون على جنب بس هو محدود التصور الاستفاده منه. فهي نظره المحدوديه دي لازم تتغير، ولازم القطاع الثالث في مجالس الاستراتيجيه يرحب بالجهات التنمويه انها تصير يعني تتدخل في او تستفاد او يستشار هذا القطاع حسب كل مجال في جزئيه تطبيق الاستراتيجيه التنمويه. لما تيجي عند جزئيه الاستفاده او ما هي المشاكل الموجوده في البيئه، موجوده هيئات وموجوده وزارات وموجودة مقاييس وموجودة تقارير بتقول لك إيش أكبر مشكلة في المنطقة، بس هل طبقتها على وجه الواقع وشفت كيف احتكت بالمجتمع؟ هذا مو موجود بتقارير ولا تقرير حق جهة أو وزارة أو هيئة حيقول لك إنه القرية الفلانية بالمشكلة البيئية الفلانية واللي أنت ناوي تسوي فيها المشروع الفلاني حيصير له تعارض، حيصير له مقاومة، حيصير له تقبل وحينجح. ما حتقول لك غير الجمعية المحلية الموجودة، حتنقول لك بكل شفافية هذه المشكلة. هذه الحدود اللي لازم ترسم، إنه يصير هو on board ويصير هو معانا في الصورة ومعانا في المسجد في المجلس
في الاستراتيجية وفي وضع وفي تسهيل وضع الأساسيات. خليني أشوف السؤال الثاني عشان ما ننتقل لناصر العمري يصنع المجد من مسقط. القطاع الثالث مشاركته في استراتيجيات الشركات يقابل تحدي أن منظمات القطاع الثالث لم تصل إلى النضج المطلوب لتقوم بهذا الدور المحوري، ما هي رؤيتكم ومساهماتكم لحل هذه الإشكالية؟ طبعا أشكر الأخوة الثانية من مسقط على دائما على اهتمامهم بمشاركة آرائهم. قد تكون بعض الدول عندها لا زال القطاع الثالث ما عنده هذه الخبرة أنه هو يشارك، أو ما عنده النوهاو، أو حتى يتخوف من أنه تقليلا من قدر نفسه أنه هو يستطيع يعطي هذه الإفادة. لكن ما يمنع في إرسال لجان متخصصة من الوزارات من الهيئات لزيارة القطاعات الثالثة وضمهم وتوضيح لهم أن هم مهمين وأن هم يستطيعوا الإدلاء بخبراتهم. هل هي على طريق أسئلة، عن طريق مناقشات حوارية مع تدوين جميع الملاحظات اللي قد يروها أن هي طبيعية وأن هم عارفينها لكن قد تخفى على القطاعات الصناعية، أو هذا احنا نتطرق له قدام أهمية القطاع الصناعي في الموضوع، كناس تدلي برأيها. في اليوم المزارع اللي شارك جمعية في زراعة محصول معين ومنتج معين يلعب دور كبير في دولة معينة في إنتاجيته، قد تكون المشاكل اللي تواجهه بيئية، والشركة من القطاع الخاص اللي ناوية تفتح المجال وسوت دراسة اقتصادية وحلت المشكلة قد تواجهها مشكلة غير موجودة في الدراسة الاقتصادية حتى لو شملت الثقافة البيئية، لأن التطبيق دائما على وجه الواقع لا يشبه الورق إلى حد أتليس حيبان 30%. وهنا عشان تحدد الاستدامة وتربط المجتمع مع موارده المحلية للأرض نفسها، وطبعاً تختلف من أرض لأرض، وفي الدولة الواحدة طبعاً، يعني إذا أتكلم عن السعودية أن إحنا شمالها لغربها لجنوبها لشرقها تختلف الموارد، لوسطها كنجد تختلف الموارد الطبيعية، تختلف الفرص اللي لسه ما استغلت واللي لازم تستغل، وتختلف فعالية استغلال الفرصة. فمو كل استغلال للفرصة هو يحقق الفعالية. متى تحقق الاستدامة بطريقة سهلة ونقول إنه فلان أو الشركة الفلانية حققت الاستدامة بطريقة فعالية وفعالية جدا جدا سهلة؟ هذه فقط تحقق بعد ما يكون استغلت الموارد بطريقة فعالة. ممكن تكون الموارد جنبنا وموجودة ونستغلها بطريقة فعالة أو بطريقة غير فعالة، وهذه تتضمنها أبحاث كثير تقوم بها الجهات سواء القطاع الحكومي أو الخاص، بس هي قطاع الأعمال اللي يرى الاستفادة من الموارد نفسها. في اليوم شركة قهوة معينة حتدرس على مناطق مختلفة من العالم كيف حتساعد الفقراء في صناعة البن، حتلاقي إن الموضوع أجدى في جهة أكثر من الجهات الثانية. هنا الذكاء والفعالية إني ما ألغي الجهات اللي عندها تحديات أكثر، لا، أنا أبدأ مع الجهات اللي فيها تحديات أقل وأحقق فيها النجاح وأعتبرها قصص نجاح وأمثلة أو example to follow وأمثلة لأننا نتبعها، وبالتالي عبال الوقت اللي تتخذوا الإجراءات أني أنا أتخطى التحديات في الجهات اللي حتتاخذ مني وقت أطول واللي حتاخذ مني جهد أكثر أني أوصل لها، لكن على الأقل أكون حددت شيء أو وصلت لشيء على المدى القصير ووصلت لشيء على المدى الطويل. لكن إني ألغي اللي على المدى الطويل وصولاً للهدف الأسهل، هذا حيديني نجاح واستمرارية لمدى قصير لكن ومحدودية في الموارد. كل ما اتسعت الموارد وصار في diversity في الموارد اللي أعتمد عليها في الصناعة
او في اقتصادي او في مجال اعمالي، حتى لو كان عقاري مثلا وكان محدود لسهولته، هو اكيد حيكون سهل انه يقضى عليه بطريقه او باخرى في حال تعرض الاقتصاد لضربه اقتصاديه، لجائحه. اليوم الجائحه ظروفها خارجه عن الاراده، والمقاومه اللي صارت من اكثر من الشركات انها تستمر فادتها عناصر كثير، منها التنوع، منها الاستدامه، لكن الاستدامه كانت اقل، واللي فضل هو اللي كان مستدام من البدايه. ونلاحظ في شركات الكهرباء والطاقه وشركات الاتصالات والمشروبات والمنتجات الغذائيه، اللي قفل كان ما عنده استدامه ولا تنوع. لكن هل التنوع لوحده يكفي؟ لا لا لا، ما يكفي. هل الاستدامه لوحدها تكفي؟ نعم تكفي، لانه الاستدامه عند تحقيقها الصحيح هي تكون مسبقا تخطط كل مراحل التنوع والاستفادة. وطبعا الحوكمة، وأرجع أقول أنه على مستوى السعودية الدليل اللي تم إصداره في حوكمة القطاع الثالث جدا جميل، وأشجع القطاع الخاص والحكومي، قطاع أعمال أتكلم، أنه يستفيد من القطاع الثالث في تطبيقه. لكن إذا جينا عند منطقة، ورجوعا للسؤال اللي طرح عشان أقفل الإجابة عليه، إذا كان أنا في بلد القطاع الثالث لسه ما هو عنده القدرة إنه يكون ناصح أو يكون يستفاد من تجاربه، فاليوم أنا كقطاع خاص وحكومي خليني أوفر له الموارد. أنا ماني فاضي، أنا عندي بزنس وعندي قطاع أعمال لازم أركز عليه، ولازم أقوم فيه بأعمالي اللي تاخذ معظم وقتي. خليني أشاركه، مو عشان أسوي مشروع ححط فيه مبلغ من المال وأعيل بيه فئة معينة من الناس أو فئة مستهدفة لحل مشكلة معينة، قد ما إنه أخلي حل هذه المشكلة مستدام، وبالتالي أنا أستفيد من هذه التجربة، أنا أوجهه وأنا أساعده، وبكرة هو حيفيدني إيش واجهه، حيرجع لي بتقارير، وبالتالي شوية شوية حيكون هو فعلا وصل للمستوى اللي أنا أحتاجه إنه هو يوصل فيه، يكون يدي في تحقيق التنمية المستدامة. نيجي كده بنكون كلامنا عن القطاع الثالث بين الاستدامة والعطاء وموروث العطاء، كيف كانت النظرة للقطاع الثالث، إنه القطاع اللي ياخذ مننا موارد وياخذ مننا مال، لكن مهما نجح ومهما حقق قصص مستدامة ما بيكون له مردود تنموي أو اقتصادي، أو حتى لو كان له مردود تنموي اجتماعي فهذا ما حيكون له مردود اقتصادي. وهذه اليوم النظرة اللي لازم تتغير في كل المشاريع الغير ربحية. يعني كلمة غير ربحية لا تعني أن يكون غير مستدام وأنه يغطي تكاليفه وأنه تدور دائرة الاستدامة، وهذا بكل تأكيد بدون ما ترجع لأي أحد بيقود قطاع ربحي متخصص. ما أتكلم على القطاع الربحي اللي ما يتبع الحوكمة أو أنه مجهودات مبعثرة، أنا أتكلم على المجهودات اللي لها استراتيجية ومخطط لها، هي مجهودات لابد إنها هي واضعة خطة لمدى استدامة هذا المشروع. يمكن قبل 2015 ما كانت تسمى استدامة، كانت تسمى تغطية تكاليف، وكانت تسمى إنه متى المشروع هيوقف على رجله ويتحمل تكاليفه ونبدأ مشروع جديد، لأنه ما حينفع إنه يعتمد يكون مشروع متواكل. وهنا انتشرت فيديوهات كتير عن علم الصيد بدل ما انك انت تعطي له سلة سمك. لكن هذا المبدأ البسيط اللي بدأت فيه ثقافتنا تشجيعا للتعليم، هو فعلا ابتداء بالتعليم وبعدين الممارسة بعدين اختبار النتائج وتحديد التحديات سواء وكل الفشل اللي مر بيه
بعض مر بها بعض التجارب في القطاع الثالث، إذا سواء جمعيات قفلت، مشاريع لم تستمر، هذا لا يعني إنه ما استفاد منها، بالعكس هذه لوحدها لازم تكون اهتمام عند القطاعات اللي تهتم بالاستدامة واللي تبغى تحقق الاستدامة. إذا في جمعية في الزراعة، إذا في جمعية في، طبعا أنا ما سمعت عن هذه الجمعيات، بس أنا أقول إذا في جمعيات في الزراعة، إذا في جمعيات تهتم بالبيئة، إذا في جمعيات تهتم بالتعليم، أنشئت وأقفلت. هذه أقفلت ليش؟ لوحدها درس يتم التعلم منه والبدء من بعده، بدل ما أبدأ من جديد. بالنسبة للموضوع اليوم اللي حيكون، أو المحور الثالث اللي حيكون مهم عند معظم القادة والمهتمين في القطاع الغير ربحي، إنه ليش يا رنا اليوم انت جاي تقولي انه استقرار نمو اقتصادي والمجالات والتويتر وكل احد بعد الجائحه جالس يقول اتجهوا للاستدامه. ارجع اقول انه صار جدا واضح بعد خاصه الجائحه، وهذه احد الفرص اللي نتعلمها من وجود الازمات، وجود جائحه زي الكورونا ضربت بالاقتصاد، أوقفت سير عجلة الحياة، تأقلم الناس وصارت حياتنا كلها أونلاين، أعمالنا بعضها توقف وبعضها استمر حسب الإمكانيات، لكن بعيداً عن انشغالنا في هذه الدائرة، بالنظر للصورة العامة اليوم استدامتك حتى في أقل المشاريع، استدامة دراسية، استدامة في التعليم، واستدامة الدراسة للطلاب، تحولهم كلهم للتعليم اللي عن بعد. هل كنا نتصور إنه أبنائنا وطلابنا هيتحولوا للتعليم بهذه السرعة وحتكون مواكبة الوزارات بهذه السرعة والآلية؟ هذا شيء جدا جميل وتمكين كبير من الدول، وسهل علينا التحول الرقمي، بدل ما كنا حنحققه بخمسة وثلاثة سنين حققناه في شهر، وهذا جدا جيد وجدا جميل وتجربة يستفاد منها. أنه حتى الاستدامة لا نستنى أنه الاستدامة تظهر أكثر من كذا أهميتها، هي أوريدي ظهرت الآن، اوريدي في شركات عالميه لم تكن تذكر غير في المستوى السادس او السابع في قائمه الشركات الاكثر اهميه، اليوم تصدرت هذه القوائم. لو بحثت وراها هي ما سوت شيء غير انها استطاعت مو الثبات او الاستقرار، استطاعت النمو. وهنا جينا نتكلم عن النمو الاقتصادي في ظل الازمه والنمو الامن. كيف يعني النمو الآمن؟ النمو الآمن بدون ما تضرب الموارد حقتي سواء في أزمة وما في أزمة. أنا موارد متنوعة، موارد اللي اعتمد فيها في صناعتي، وهنا حنتكلم كثير عن مجال الصناعة، مو بحكم مستشار صناعة أو شيء، لا، هي مجال الصناعة عموما هو اللي يربط دائما أي مجال صناعة في أي بلد، يرتبط بمواردها الطبيعية، يرتبط بالقوى العاملة فيه والحالة الاجتماعية للبشر فيها أو للمجتمع فيها، ويرتبط بالاقتصاد، واللي كل اقتصاد اليوم والصناعة في رؤية 2030 لها محور جدا كبير. ومو سهل، أرجع أقول ما يجمع بين الاستدامة والصناعة، أنه مو سهل تحقيقها في يوم وليلة، لكن بعد الجائحة أنا متأكد إنه جميع الجهات راح تصبوا إنه يكون لها صناعات محلية، حتعزز المحتوى المحلي، حتعزز إنها تعتمد على مصادر محلية، عمان من عمان، سعودية من سعودية، مصر من مصر، الإمارات من الإمارات، لأنه في يوم لا سمح الله تعطل النقل البحري، تعطل النقل الجوي، صناعتي ما توقف، إنتاجي ما يوقف، مين حيساعدني إني أكون قادر إني أصنع وأصدر وأبيع في ظل أي ظروف؟ هي الاستدامة، يعني حتى لو كان تحقيقها حيوصلني للربح اللي أبغاه بعد 10 سنين، بينما خطتي الربحية الحالية، الربحية البحتة، بدون
وضع أي مقاييس استدامة في استراتيجيتي حتحقق لي هي في 3 سنين، لكن من أقل ضربة ممكن كل شيء يكون حقيقي يتأثر تأثير جداً قوي. خلينا نشوف المزيد من الأسئلة. بتقول لي إنه الصناعة ترتبط ارتباط وثيق بالاستدامة والبيئة، صحيح، وأرجع أعيد إنه الصناعة مهما يعني أوليناها من الاهتمام فلا زلنا مقصرين في كل دول الخليج في إننا نزيد المحتوى المحلي ونزيد نوجه حتى شركاتنا وممثلي المشتريات في شركاتنا في إنهم يعني look at the local vendor، طالع لي وانظر للمحتوى المحلي، إذا ما توفر روح للمحتوى الخليجي، ما لقيت المحتوى الخليجي روح للمحتوى الأجنبي والدولي. وهذا لا يمنع أنه إحنا نشتري دولياً، وبالعكس أنا من أكثر الناس اللي أحب أشتغل وأدرس وأتعلم من المستوى والمقاييس الدولية وأجي أطبق بما يتناسب مع ثقافتنا وحضارتنا. يمكن أنا حاطة هنا نوت ما أبغى أنسى أقولها لشغفي بهذا الموضوع، ويمكن مو الكل يتفق معايا، لكن هو مرة توجه مهم إننا نحترم في كل اقتصاد وما نعارض إنه الاستدامة الصحيحة إذا ما طبقت فهي تحترم الثقافة المحلية والمظاهر الحضارية المجتمعية لكل بلد. وبالنسبة لدولة زي المملكة كبيرة، أتكلم عن مملكتنا الحبيبة، في كل منطقة في حضارة متخصصة وتراث جميل يجب أن يوضع في الاعتبار. وحتى لما تجي تقول لي كيف أضع التراث والحضارة والكلتشر أو ثقافة المجتمع من ضمن الاستدامة، ما هو حيكون واحد من عناصر وعوامل النجاح. إنك تنجح في منطقة، إن ينجح مشروعك، لازم تدمج المجتمع المحلي معك. بالعكس، يمكن يكون وجود ويدك في إنك أنت تحقق النجاح أحد عوامل نجاحك وزيادة شعبيتك كاسمك كقطاع حكومي أو كوزارة معينة أو كشركة. وهذا أثبت كثير من المجتمعات المحلية اللي عاصرتها وتروح تزورها، تلاقيهم يعني يشيدوا بوزارة دون الأخرى ويشيدوا بهيئة دون الأخرى، ويكون ولائهم الغريب لشركة من القطاع الخاص دون أخرى، ويقولوا ما قصرت، احنا شغالين، ويقولوها بفخر مع الجهة الفلانية سواء حكومية أو لأنها فهمت عليهم، تفهمت احتياجاتهم، خلتهم يدها في تحقيق أهدافها وارتاحت. وهنا أنت ضمنت تحقيق الاستدامة ولا حتى المحتوى المحلي وتسخير المحتوى المحلي والمجتمعات المحلية لتحقيق أهداف استدامتك، مو بس اللي على مستوى شركتك أو وزارتك أو هيئتك أو حتى إدارتك، كمان على مستوى بلدك ووطنك. فهي تبدأ من المجتمعات المحلية غالباً، والمجتمعات المحلية هي أساس نهضة كل مجتمع، ويجب أن يحترم ويوضع دائماً في الاعتبار الثقافة المحلية نفسها. كيف يمكننا الحصول على دليل حوكمة القطاع الثالث؟ دليل حوكمة القطاع الثالث حيتم مراسلة كل أحد من حضراتكم على الإيميل من Pearl Initiative أو مني شخصياً إذا أحببتم، برابط دليل حوكمة القطاع الثالث اللي أطلقته Pearl Initiative والموجود المفروض على صفحتها. بس خليني أتأكد، لأنه الأخت لميا أوريدي حطته. الأخت لميا من Pearl Initiative شاركت معكم الرابط. تفضلوا الرابط على في الشات إذا تحبوا تتفضلوا على الشات، موجود الرابط على موقع. شكراً لميا، وفرت علينا إرسال إيميل، موجود الرابط. ويسرنا يسر يعني Pearl Initiative كعضوة في مجلس العطاء إنه
نسمع آراءكم ومنظوركم من مختلف الدول على حوكمة القطاع الثالث. هل برأيك، السؤال اللي بعده، هل برأيك خلط قطاع الأعمال بين عمل الـ CSR، المسؤولية الاجتماعية، الـ Corporate Philanthropy، هل برأيك أن خلط قطاع الأعمال بين خلط فهمت قصدك، هو بيسأل إذا كان الخلط بين قطاع الأعمال والقطاع الغير ربحي يؤثر بشكل سلبي على دعم القطاع الثالث وتعزيز استدامته واتخاذه كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية الوطنية؟ لا طبعاً، أنت كده مكنته وكأنك عملت له أبجريد، هو ما هيختفي القطاع الثالث. أنا قصدي أنه متى ما توفر في القطاع الثالث إمكانيات أنه يكون استشاري لك ويكون اليد اللي تشور عليه من تجاربه ومن خلال تجاربه المحلية في قطاع معين أنت حابب أنك تحقق الاستدامة فيه بحكم تخصص مجالك، مجال الأعمال في شركتك أو في وزارتك أو في تخصص الهيئة اللي أنت فيها، لازم يكون شريكك في وضع الاستراتيجية بحيث يشور عليك بأنه الاستراتيجية بالاتجاه هذا حقق النجاح وبالاتجاه الثاني ما حتحقق النجاح. يعني أنا قصدي استغل خبرته بشكل رسمي، بالتالي هو مو بس هيحس بأهمية الخبرة، ما حيمانع بأنه حيكون يعطي مجهود أكبر. ويعني حسب سؤال الأخ من عمان، إذا ما كان مؤهل لسه فهو حيسعى أنه يتأهل بمساعدة القطاع طبعاً الربحي، سواء حكومي أو خاص. الأسئلة جداً جميلة، لكن طبعاً هذا ما راح يؤثر سلبي على دعمه، لأنه أنا ما بقول أنه ما ندعمه مالياً، لكن حتى اليوم أنت تعطي دعم للقطاع الثالث، قل له إيش خطتك للاستدامة، عشان هو يكون يدك في تحقيق كمان الاستدامة. إيش خطتك للاستدامة؟ اليوم يختلف من دولة لأخرى ومن منشأة لمنشأة، أو حتى في دولة واحدة زي عندنا في السعودية، من جهة خيرية لجهة خيرية، من جهة قطاع خاص لجهة قطاع خاص أخرى، مدى التزام الجهات بالاستدامة واعتنائها إنها تكون أحد أهدافها. أهلا منى. منى بتسأل إنه كمؤسسة في لبنان وكصناعيين اضطررنا لربط إدارتنا ومنتجاتنا باستراتيجيات ترتكز على التنمية المستدامة منذ زمن بعيد بسبب الحروب. ممتاز، هذا الكلام اللي إحنا قاعدين نقوله، الله لا يجيب حروب، لكن أنت ما تضمن جائحة، ما تضمن زلزال، ما تضمن أشياء خارجة عن إرادتك، ولا حتى أي خبير اقتصادي ممكن إنه يضع توقع لها كريسك اللي مرت علينا في بلادنا وقد استفدنا منها الحمد لله خلال ظروف الوباء المستجد. مرة ممتاز يا منى، وشكرا جدا، شكرا جدا على مشاركتك هذه، شكرا جزيلا. بتقول منى انه كمؤسسة غلاييني هم في لبنان صناعيين، وهذا يثبت الكلام اللي كنت اقوله، انه اليوم وضعك للاستدامة أساس، مو شرط أنت تكون يعني اليوم غلاييني للصناعة، وضعت خطة الاستدامة يعني جزء من استراتيجيات الأعمال. بسبب الحروب، نسأل الله السلامة لكل شعوبنا العربية والإسلامية، كل شعوب العالم صراحة تستحق العيش بسلام ووئام. اليوم هذا فادهم وقت الجائحة، لأنه هم already adapting، already هم عندهم الاستعداد لتقبل أي شيء مفاجئ أنه يكون مواكب للعمل، وهذا جداً خبرات. ياريت بيرل إنيشيتيف تشاركنا إذا كانوا غلاييني من ضمن الأعضاء أو لا، ياريت تشاركنا الأخت منى غلاييني تجربتهم عن طريق الإيميل لبيرل إنيشيتيف، ونتشاركها كلنا في مجلس العطاء ومع جلسة ثانية مع الإخوة والأخوات المهتمين بتجارب القطاع الثالث والقطاع الربحي. اليوم غلاييني كقطاع ربحي وصناعي
انهم اثبتوا قادرين وقت الجائحه على الصمود والاستمرار باستدامتهم، وانهم هم اهتموا للاستدامه من البدايه بسبب وجودهم تحت ظروف ضاغطه او تحت ازمه معينه، هذه جديره للمشاركه وجديره الاستفاده منها، وهذا ما نصبه فيه في مجلس العطاء في بير انيشيتيف، ويشرفنا في نصمة القابضة كوننا عضو في هذا المجلس، ونحب نشارك دائما أي تجارب في القطاع الثالث سواء في الفيلانثروفي سيركل ولا في الاستدامة. خلينا نشوف باقي الأسئلة بما أنه باقي 10 دقائق. يتفق الإخوان معنا تماماً، و ستشاركنا الأخت منى. ألف شكر ليكي منى، ستشاركنا الأخت منى تجربة شركة الغلايين اللبنانية الصناعية حسب كلامها ووعدها. شكراً ليكي منى، شكراً جزيلاً، وتشرفت بيكي حقيقي. أنت حتزيديني معرفة وتزيدي الإخوة والأخوات من دول الخليج معرفة بهذه التجارب اللي نتشرف الاطلاع عليها، وأنا أشجع كل من عنده تجربة إنه يشاركنا حتى لو باقي فيها عيوب. إنه في سؤال من السعودية من هنادي، بالإضافة إلى أهمية الشراكات في تنمية المجتمع، ما هو رأيك أهمية إلزام القطاع الثالث بتوجيه أنشطته للتوافق مع Sustainability Development Goals اللي هي أهداف التنمية المستدامة 17 اللي قلنا عليها، بعيداً عن تكرار دعم الفئات اللي يتنافس عليها القطاع الثالث بدون نتائج ملموسة؟ أنا أتفق تماماً مع الأخت هنادي، واليوم في قطاعات في السعودية نفطية وغيرها قاعد تدعم قطاعات بعيدة عن مجالها فقط لأنها لمست احتياج في كل منطقة. وعندنا شركات يمكن ما أقدر أقول أسماءها عشان ما أخذت الإذن منهم إني أذكرهم وأذكر تجاربهم، لكن في تجارب جبارة في برامج مواطنة ملامسة لكل الجهات في الشمال. إيش موارد الشمال؟ في إيش نحتاج نمكن أسر الشمال؟ في الجنوب إيش يحتاج الجنوب؟ وإيش موارد المناطق في الجهات الجنوبية؟ وكيف نقدر نمكن هذه الأسر وهذول المزارعين ونبيع إنتاجيتهم؟ يعني وصل بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي واللي هم سيمي جوفرمنت أو إنهم شبه حكومي، إنهم يهتموا مو بس بوضع الفند أو وضع المبلغ المالي في جيب الجمعية أو في صندوق الجمعية ورجعوا لنا بالتقارير، لا، حتى البنوك، وفي بنوك جيدة وفي بنك عزيز على قلبي برضو يعني في المملكة العربية السعودية له برامج تنموية جدا جديرة بالمشاركة، وإن شاء الله نشارك تجاربهم مع Pearl Initiative. لكن إذا تنقصها عامل أو عاملين عشان تحقق الاستدامة الكاملة وتكتمل الدائرة، عشان نقدر ما يضيع الوقت في تجربة محددة في فئة معينة، وأتفق مع هنادي عشان نقدر نتجه لقطاع ثاني لفئة ثانية، لأنه الموارد اللي وضعها ربنا في الأرض تكفي إذا استغلت بشكل فعال، تكفي لتغطية احتياجات جميع القطاعات والبشر عموما والاحتياجات المجتمعية في جميع دول العالم. في اليوم ما يصير انه اذا انا وضعت جهودي في جهة وفي قطاع وفي توجه معين ولقيته انه هو مجدي استمريت فيه، لكن اذا لقيته غير مجدي في عيوب معينة يجب علينا حلها، لكن ما أروح أعيد التجربة إذا كانت غير مجدية أو إنها كلفتني من الوقت. إذا ما وازنته لقيت أني أنا ممكن بهذا الوقت أخدم فئة أو فئتين أخرى هي أحوج إلى ما تكون فيه، وقد يكون مو الفئة هي الغلط اللي أنا وجهت لها، هي فئة محتاجة لكن الآلية اللي أنا ساعدت بها هذه الفئة غلط. ويمكن قبل كده حضرت قصة قالت لي هي
قالت لي هي واحدة من الناس اللي مؤثرة صراحة في حياتي الشخصية، وهي من الناس اللي أحب أستمع للتجارب منها، في إنه في وقت من الأوقات كانت في جهة أجنبية تبغى تساعد قرية في جنوب أفريقيا، كانوا يعانوا من ضرر معين، فقدمت لهم خدمة معينة. الخدمة هذه هم ظنوا بيها ان هم وفروا لهم واحد من اهداف التنمية، وحققوا لهم الرفاه بانهم وفروا لهم هذا المورد، لكن لقوا انه المجتمع المحلي هذا معرض عن الاستفادة عن هذا المورد. استعجبت هذه الشركة عن هذا الفعل، وصارت تسأل اهل القرية ليش انتوا اعرضتوا عن الاستفادة من المورد اللي وفرناه لكم. قالوا لهم انتوا ما سألتونا احنا ايش نحتاج، نحن مبسوطين، نحن الآلية اللي انتوا شايفينها شاقة بنعملها هي بالنسبة لنا تجمع، وبالنسبة لنا هي تعني لنا نشاط اجتماعي، لو سألتونا كان قلنا لكم ايش نحتاج منكم. عشان كذا اقول انه القطاع الثالث القريب من المجتمع واحتياجاته، واللي واجه الفشل والنجاح في مساعدة حلول المشاكل البيئية ومساعدة المجتمعات المحلية، هو الأدرى بأنه يقول لنا فين نتوجه. خلينا ناخذ سؤال أخير، باقي 4 دقائق لميا. تسلموا، أنا كمان اتشرفت بيكم كلكم، وشكرا شكرا للجميع على their input والأسئلة الموجهة، وشكرا للأخت منى لمشاركتنا. ننتظر منها التجربة الثرية. المايك ليكي، لو تخليني بس شكرا. أختم لكم. إيه نعم. طبعا بس أحب أأكد إنه ختاما إنه أي استدامة صحيحة يجب أن تحافظ على الخصوصية الحضارية للمجتمعات باختلافها. ونرحب على الرابط أو على الإيميل اللي حطته الأخت لميا في مبادرة بيرد، باسمي كعضو في بيرد وفي المجلس كامل، باستقبال كل التجارب الناجحة في الاستدامة واللي ممكن الاستفادة منها لمنطقة الخليج كامل أو الشرق الأوسط. وشكرا جزيلا لكم، المايك ليكي لميا. شكرا رنا، شكرا شكرا جزيلا على هذه المحاضرة المفيدة، سلطت فيها الضوء على أهمية الاستدامة وأهمية إشراك القطاع الثالث في أهداف الاستدامة لقطاع الأعمال. وفقط أريد أن ألخص بعض النقاط التي ناقشتيها اليوم: أهمية التعاون وإشراك القطاع الثالث لتحقيق أهداف الاستدامة، وجود الجائحة أكدت لنا أن الاستمرارية كانت للشركات والمؤسسات التي تبعت الاستدامة في نموذج أعمالها، والجمعيات الخيرية يجب أن تكون شريك للقطاع غير ربحي لتحقيق أثر أكبر، وهذه الشراكة يجب أن تكون أكبر بكثير من علاقة الجهة المانحة مع المؤسسة المنفذة للبرامج، ويجب دمج القطاع الثالث وإشراكه في قطاع الأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة، من حيث أننا سنستفيد من تجارب وخبرات القطاع الثالث ومن فشل ونجاح القطاع الثالث. وفي الختام، الاستدامة عند تحقيقها الصحيح تشمل الحوكمة والتنوع. شكرا لك رنا، ودائما نتشرف بحضورك في فعالياتنا. وفي الختام أود أن أشكر حسن استماعكم، ونتمنى أن نلقاكم جميعا في محاضراتنا القادمة يوم الاثنين في نفس الوقت، التي ستناقش نزاعات الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي، والتي سيقدمها الأستاذ أمين ناصر من شركة PwC، وستكون باللغة الإنجليزية. وشكراً لكم جميعاً، وأتمنى أن تكون happy weekend. لا أعرف كيف أن أقول عطلة نهاية الأسبوع. شكراً لكم. شكراً لكم.